صباح الخير نتالي. صباح الخير ألبير. اليوم رح نحكي عن الحمية الغذائية النباتية. هن كتار اليوم عم بيختاروا يخففوا لحمة على الآخر، علما أنه النبات الصحيح ما بيأكل حتى مشتقات حليب وبيض إلى آخره. فاليوم عن أي نوع حمية غذائية بدنا نحكي نتالي؟ اليوم أكيد موضوعنا عن النظام الغذائي النباتي. هلا أكيد في دراسات كتير بتحكي عن أهمية اتباع حمية غذائية نباتية، وبالأخص قبل ما نحكي عن النظام الغذائي النباتي هو تخفيف اللحمة. هلأ مهم كتير نحط هالنظام الغذائي بإطاره الصحيح، لأنه إذا كنا عم نحكي عن بلدان مثل أمريكا مثل أوروبا، مش مثل وقت اللي نحكي عن بلدان مثل نحن بلاد بحر المتوسط عنا، يمكن كان عنا بطل عنا نظام غذائي قليل اللحمة، كنا نستهلك مأكولات نباتية أكثر، كنا ناخد خضرة. نحن عنا خضرة وفواكه بتوفر بشكل مختلف عن بلاد صحيح. غير تغيرت طريقة أكلنا، نحن بنقول the Mediterranean diet، بس ما بعرف مين بعد عم بيطبوا هالدايت. هلا النظام الغذائي، وقت اللي نحكي عن فوائد النظام الغذائي نحكي عن شو علاقة النظام الغذائي النباتي بعدة أنواع من الأمراض. هلأ في دراسات جديدة انعملت عن النظام الغذائي النباتي، وهون مهم نفرق بين الأنظمة الغذائية النباتية لأنه بتختلف بين بعضها، وأكيد نتائج هالأنظمة أو اتباع هالأنظمة الغذائية بتختلف بيناتها على صحتنا. يعني وقت اللي نحكي عن شخص بياخد مأكولات نباتية معظم الأوقات، بس بياخد أجبان وقلبان وبيض إلى آخره، مختلف الإفة تبعول هالحمية الغذائية عن شخص تاني أبداً ما بياخد مشتقات اللحوم أو حتى الأجبان والقلبان. دونك التأثير على الجسم مختلف، وأنا حبيت اليوم أحكي عن هالنظام الغذائي لأنه في أشخاص بيتبعوا حمية غذائية نباتية بس عم بياكلوا مأكولات مصنعة. والدراسات اللي عم بحكي عنها هلأ بدي كنت أحكي عنها هي إنه النظام الغذائي، وقت اللي نحكي عن نظام غذائي نباتي لازم ننتبه إنه مش لأنه نحنا بدنا ناخد نظام غذائي نباتي فينا ناخد مأكولات نباتية بس مصنعة ومعلبة فترات. مزبوط، وبصر لها كتير زمان يمكن بالمحل، بتضاين كتير، بتضاين سنتين وثلاثة وأربعة، بصير بتقولي كيف هول المأكولات صحيح نباتية بس ما عندهم فوايد النظام الغذائي النباتي اللي بينحكى عنه قديه مفيد، ويلي بيرتكز على أكل أشياء فريش 100%. يعني نحن وقت اللي نحكي عن نظام الغذائي النباتي كتير مهم إنه نكون عم ناكل خضرة وفواكه طازة طبيعية، يعني ما فيها منا مجففة. هلأ أوقات الفواكه المجففة مفيدة بس مهم إنه ما تكون كتير مصنعة. يعني وقت اللي نحكي عن عصير، خليني أعطيك مثل عصير الفواكه الكرامبري. أوكي الكرامبري كتير مفيد بس نحن وقت اللي ناخده يكون معلب ومنضف له مي ومنضف له غير أنواع سكر من العصير وسكر، ببطل يعطينا نتيجة هالمادة هاي. عطيت مثل الكرامبري بس هو يعني في كتير أمثال. مزبوط. وقت اللي نحكي عن هلأ كتير عم نحكي عن الخضرة، عم نحكي عن المأكولات اللي مثلاً الباستا على جزر أو الباستا اللي أوكي هولي كتير مفيد، يعني فيهم عم بيعطونا يمكن مواد أنتي أوكسيدان وفيتامينات يمكن شوي نجزي أكتر من الباستا اللي نحن عم ناخدها، بس بضل فيها يمكن بروسيسينج أكتر من باستا عادي اللي نحن عادة ممكن إنه أوقات إذا عنا وقت نعملها بالبيت. دونك نحن وقت اللي نحكي عن مأكولات نباتية كتير مهم إنه نبتعد عن كل المأكولات المصنعة اللي هي نباتية فيها تكون بس بدل ما تفيدنا عم بت منها طازة، خسران كل الأشياء الغذائية اللي ممكن تحتوي. مزبوط. وقت اللي نحكي عن النظام، ليش حكيوا عن النظام النباتي؟ لأنه بالإجمال في دراسات انعملت بعدة بلدان منها ملتي سنتريك، يعني بعدة مناطق بالعالم، شافوا بأمريكا شو أكتر منطقة، شو هي المناطق اللي فيها معدل أشخاص بيعيشوا أطول شيء،
في كمان باليابان بإيطاليا، ولقوا إنه بأمريكا بمنطقة اسمها لوما ليندا فيها مثل سوسيتي معينة بتعيش على النظام الغذائي النباتي، لقوا إنه عندهم كان أعلى معدل بأمريكا من أشخاص بيوصلوا فوق 90 سنة. طب نفس الشيء باليابان، بس اليابان بياكلوا أسماك بأوكيناوا بياكلوا أسماك، بس النظام الغذائي بأمريكا مختلف عن النظام الغذائي اللي موجود باليابان اللي فيه ما فيك تقارني. مزبوط، ما فينا نقارن، مش هنيك قلت لك بالأول مهم نعرف بأي كونتكست عم بيكون هالنظام الغذائي وإذا متأقلم مع يعني نمط الحياة، لأنه هون كمان مهم كتير ننتبه على نمط الحياة. وقت اللي نحكي عن الميديترينيان دايت ما بعرف إذا الأشخاص اللي عم يحضرونا منتبهين لنقطة كتير أساسية اللي هي كيف عم ناكل. نحنا وقت اللي ناكل مرتاحين، وقت اللي الجسم ياخد الفيتامينات والمعادن اللي هو بحاجة إلها ويرتاح، هون نقطة أساسية كمان يمكن هي تكون من العوامل مع النظام النباتي اللي عم بتخلي هل نمط الحياة خلينا نقول هو مفيد. يعني طريقة الأكل ناكل على رواء نرتاح، بعدين ما نستعجل بالأكل، نعطي وقت للأكل وما نكون عم نعمل شي تاني بوقت الغداء. النظام الغذائي النباتي في كتير أشخاص ما بيقدروا يتحملوا نظام غذائي نباتي 100% لأنه بيحتوي على ألياف كتيرة، على بقوليات كتيرة. في ناس ما بتهضم هالأنواع من الألياف، بيصير عندهم نفخة أوجاع مصران. دونك لازم نحط إطار للنظام الغذائي النباتي. صحيح لازم نخفف استهلاك اللحوم لأنه اللحمة كترتها للحمة بالأخص استهلاك عالي من اللحمة له علاقة بكتير أمراض، منها أمراض القلب والشرايين أكتر شيء، زيادة الوزن. نحن هلأ بالنمط الحياة السريع اللي نحن عم نتبعه عم ناخد معدل كتير عالي من اللحوم وخاصة اللحمة الحمراء اللي هي فيها دهون كتير مضرة. وقت اللي نخفف اللحمة يمكن ما نكون بالضرورة نكون كتير زدنا من المأكولات النباتية، هيدي ديجا لوحدة بتكون شيء إيجابي لصحتنا. النظام الغذائي النباتي إذا أخذناه على الإكستريم الثاني كمان، وقت اللي ما منعون ناكل ولا إجبان ولا قلبان ولا بيض ولا حتى يعني ولا حتى أي مشتقات الحيوانية، بينقص بيفقد فيتامين بيدوز، وهيدي الفيتامين نحن بحاجة لها. يعني المساج اللي أنا بيهمني وصله إنه النظام الغذائي النباتي مهم جدا، المهم انه يكون نظام غذائي منه ما بيحتوي على المأكولات المصنعة بس لانها نباتية. وكمان النظام الغذائي ما لازم يكون كتير اكستريميست، يعني لازم يدخل من وقت لوقت مشتقات حيوانية لانه النظام الغذائي الكتير يعني متشدد خالي كليا من المنتجات الحيوانية بيفقد من فيتامينات نحن بحاجة إلها. مثلا الفيتامين بيدوز اللي هو ضروري لكتير من الرياكسيون اللي ممكن أنه تصير بالجسم، منا في أشخاص بيصير عندهم أنيمي فقر دم من وراء نقص يعني توازن وفرايتي وأكل على رواء، هالأشياء اللي بيساعدوا الواحد سهول منا شغله وحده، منا اكله وحده او شيء معين، يعني هي حياه نمط حياه مهم انه نتبعه. ميرسي ناتالي، ميرسي لك. هناخد بريك وننتقل لمارك بيروتي بي نيتشر.